نحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد بلاد ميلاد بنحلم بفضاء موسع بنحلم بزمن لحد حدود حدود الحد وطن لا فيه هم لا غم فقط نسعد وطن ممتد لحد حدود حدود الحد وطن لا فيه هم لا غم فقط نسعد الشمس والضوء نحلق ما يحتى نجو نجيل فيها مرتاحين وريحة البن نتاوق لها مستني يمر فنجان علينا ونتكفى ونضار الدم نغني على بلاد سمحة نحلم كم حلم مفتوح بيطلب صباح الروح صباح يمر الضوء على الدنيا ويغسل حزننا المفتوح ونحلم كم حلم مفتوح نغني على بلاد سمحة نحلم كم حلم مفتوح بيطلق الصباح الروح صباح الروح يمر الضوء على الدنيا ويغسل حزننا المفتوح ونحلم كم حلم حلم مفتوح حلم مفتوح لما قتلني المرض بدك تني الادويه دي خلاص هات ليها شيل الضوء من جنبي نعم قلت لهم زيحوا دواكم مني مالو يا ابوي ده الدواء اللي كتبه لك الدكتور يا ابوي دواء انا مالو يا عم الفضول دواء انا بينفعك يا عم الفضول ما نفع معاه دكتورني هسي انا ليكم وقت ببلع فيه أثر ما في فايدة ما في نفع ما في ده أصل المستورد ماني عايزه لا نفع ولا منفع معاي يابا يابا يابا
هنا بتقول ان عم الفضول بينادينا. يابا داير حاجه؟ مالك يا عم الفضول؟ قلت لهم شيل الدوله اللي قدامي، ما لي داير وزحوه، دحوه من جنبي. طيب ماله يا ابوي؟ نشيله. اسمعوا، ابوي جاي يقول لكم شيلوا اي حاجه شيلوها. شكرا شكرا يا كناني، كتر خيرك يا حاج شباب. انت احنا اساسا كنا دايرين نشيله ولا شنو؟ صح في حاجه ثانيه يا ابوي؟ بيقولوا لي نبي نشيله. بيقولوا لي حرج يا حرج حرج نتمنى يوم واحد يسمعوا كلامي كله، لكن بابا موت لكم بأخوي وأخوك. انتوا بتسرعين قد شنو؟ لاحقين شنو؟ أموت عشان تورثوني؟ بعد عمر طويل يا أبوي. حاشا حاشا لله يا أبوي، حاشا لله. إن شاء الله تعيش يا عم الفضل وتشوف جناك. حرجر وسنة مكة وقرض ودومتين وتمرات وشوية قمح وعسل جبال واردي انبلتوهم ما ينفعوني. انتو ذاتكم اشربوا من مويتي هاي بينفعوكم. لكن البلد البلد عم ياخذ زمن. الكتاب خلاص غلوي. امرك لله يا الفضل، هندي ولادتك دارين يقطعوك وانت حي، ومالك والحمد لله يكفي البلد دي كلها. خلي انتو يا احليلك يا الحنين، انت طاشي وين يا الحنين؟ الحاجات دي وبعدين المشكله نمشي السوق نشتريها. الغوم دي ما مضمون بيعان يعملوا شنو؟ سعدين عندك حرجر في الاوضه؟ حرجر في الاوضه؟ ربي خلينا ناخذ طريق حرجر في الاوضه. شنو الصيدليات مليانه دول اي مرض تهني الجنات؟ اسمعي انا بمشي الدكان سريع اجيب الحاجات دي واجيها. خليني معاهم برام، انا بقدر اتصرف مع الناس دي. بعدين الحاجات دي في الدكان ما فيك تمشي السوق. وبعدين نقول لهم شنو؟ ما لقيناها؟ طيب شنو وين؟ أنا عارفة أنت اللي قلناهم صفة. لا الحاجة يقول لك تعال. خذ خذ ماشيين وين؟ ماشيين لهم ما لقيناهم. أنا أقول لهم كلنا. أقول لكم حاجة؟ احتمال أقول لهم وصفة إحنا ما نعرفها. ارحبوك. يا حليلك يا سرة، حليل زمن الفضل. بعد حوامة البلد دي كلها، من مدينة لمدينة ومن حلة لحلة ومن جبل لجبل، بقيت راقد منتظر الناس يمدوها ليك. فعلا المال براهو ما بساوي شي بدون العافية. ما هي الحاجة نغلي نشلو؟ تقول نام؟ لا لا أخوانا دي ما حالة نوم. أي حركة ما أبوك عمي فضل أبوك عمي فضل عمي حمال بسم الله. أنت حيابة؟ الحمد لله على السلامة. ما خلعتوني دايرين تقتلوني. ما لكم بعد عمر طويل يا حاج؟ ما لكم مالين الحاجات نغليك شنو؟ شفتوا عمتكم العازة؟ ها؟ العازة؟ عمة العازة؟ عمة العازة؟ عمة العازة؟ عمة العازة؟ البركة في أختي العازة، ألمت الحاجات
بعد ما جيت وجدعتوها من المطبخ. شافي ابوكم مال؟ قال داير يغلو له قرط وحرجل. ما كلامكم ده؟ هسه ما قلنا لك يا عمتي. دايرين حرجل وقرط وسلامكة وعزيت مال وعلى ذيب. ليه شنو؟ عشان نغلوهم لو يا عمتي. لأنه؟ ما لي أخوك يا عمتي. ماله؟ قال اغلوا له الحاجات البلدية دي. ما جدحتوني ومركتوني وبيتوني وأنا لميتي. صح يا عمتي صح هاي. أنا ما عارفة. ده وجدودنا ما بنبقى بلاهو. كان نحن وكان انتو. حاجات ما سهلة. ململمة من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. كل شذرة قايمة لها في محل. السنة مكة قايم في الغرب. والدوم قايم في الشرق. والبلح قايم في الشمال. وعسل الجبال جايبينه من الصعيد. جبل السودان الأربعة. ما سهلة الحاجات دي. ومن زمان أبوكم كان سويتوا له الحاجات دي كان قام علي حيله. إلا ركبتوا راسكم وبيته. أما جاس الحاجات دي وين؟ في السحارة. النقومة دي كلها في السحارة. يا إخواني الحين ما تكسروها لي. ما خير الله أكان بمراتكم يموت الليلة قبال باكر. إلا أخوي وأنا عارفة روحوا لا يوقع ما بتمرق بالساهل. لكن صبرتوا الشراد والخير في كل شيء بكفيكم. لكن ود ابن آدم أمره يحير. هلا أرديب والحاجة شالون سلوى وجاك. هلا نحن نبلل الليل ونوريه. بعرفين هلا عزيك. إن العرديب والحرية اللي بليون يشربوا مويتين. نحن عندنا قرض والمحريب. وبعدين يا سعدية المشكلة الدوم رأس الليل ما ينفع معه. بس جات لي فكرة. فكرة شنو صدق؟ نقوم نغل الدوم العسل وندي له حتكيف مننا. يا اخي ابوك ده اي طعم في البلد ده بيفرز وبيعرف. طيب العمل شنو؟ والله ما عندي غير الوصفة القطة دي. لكن وصفات ابوي دي كلها بقت في يدينا الناس يا اخي. بعدين يا سعدية كل زول شال له حاجة وطلع قطه. يا ولد يا بنت انت يا جاب امشي خلاص السوق جيب الحاجات الناس وتعال سريع. امشي وين يا ولد امشي وين؟ حسن لا قدر الله ابوي ده مات فجأة والله ما لقى ولا فرق حاجة. انت يا جاب ابوك يقوم خدت الذهب ده وين؟ والله يا سلوى ده المحيرنا زاده. انت عارف هسي لا قدر الله لا قدر الله ابوي ده لو مات ما حنعرف اي حاجة. الله ايوه ماشي وين؟ ماشي اشوف الجماعة دي. انت عارف هم ما صنوا كده اكيد بيعملوا في مصيبة. هسي يا ربي اولادنا بكونوا عاملين كيف؟ والله اشتقت لهم. يا عاش أولادك والله قاعدين في أمان الله مع حبوبتنا أخواننا. حس عليك الله كان جبناهم معانا ما كان أحسن. بيشغلونهم على المراعين القاعدين دي. هاي لكن الموضوع ده حد متين. الموضوع ده شفتي كان أبوك ده قال خير وداكم الذهب ده السيودة. أنا ده عندي لك مشروع يا غنينا ليه يا نجنا. هاي لكن أبوي ده بيقنع منه. إنت دي ما قلت الوحيدة وبريدك هذولا. أنا أبوي بعرفه كويس لكن ما أظن إنه يعمله. يعني هنا يعني نرجع يموت؟ يموت؟ إبرا أبوي من الموت مالك؟ أنا ما قصدي يعني بعد عمر طويل إن شاء الله لا قدر الله المزعلة دي حيحصل فيها نزاع وعجاويد وتلفون كل هذول البلد والبلدين. أحسن حاجة أنا وإنت نكسب ود أبوي ونخليه يسخ فينا. والله يا أبوك شايفونه ذا ما بيثق في أي زول. هاي لكن في عيلهم دي متخليه يسخ في زول؟ بس نحن الخلطة اللي قال دايرة ما قدرنا نعملها اليوم. أنا أحسن أمشي أشوف أبوي ده داير شنو. ماشي وين هذولا؟ هسي عن سعلك ما هي الخلطة إذا تقولي شنو. هاي لكن أخليك وراي كذي لازم أمشي اليوم. أنا أخوي أخي روق عليه حريلي وقرضي ذي العهرة قبل ما يلموا فينا المرابعين ذي. أجاك؟ ها؟ أجاك تجون مرة؟ ها؟
ضمنه ويكون راح وين؟ انا عارفه الخوف لقاه براوي استفرد بيه. الله دي الخايفين منا عديل كده. اسمعي فرح فرحتي؟ لا امشي امشي انت براك وانا بقعد لك هنا. لو حصل اي حاجه بس قول لي يعوق. سامح سامح. بالله الراجل ده لا داري موت ريحنا لا داري قسم اي جوه دي حقه. حاسه كان اي جوه حقه يكون ارتحنا من الجوطه دي كلها. لكن غايت وانت يا سلوى اصلا ما تخلي لك ولا توب مستورد كده في السوق ما تشتريه. لا حول ولا قوه الا بالله. عليكم الله دي حاله دي. اقول لهم خلوني تحت مع العزة واختيه. اصر الا اقعد في الوضع في اخر السما دي. لا حول ولا قوه الا بالله يا شباب. يعني ما بتلقيها. الحمد لله ما في اي زغل. اخيرا اخيرا جاتك فرصتك يا جاك. انا اقعد معاه وراه واتودد ليه. انا قلبي ما كلمني مثلا دي ما طبيعية. وانا اقول الصلاة دي سببا شنو دائرة السفرات بيه ومش شش تسول يا حاج اوي ده ده هوين يا ده ده ربع شنو تاني بس دي فرصتك يا صديق. اول مرة تكون قاعد في الغرفة براك. ده ده اكيد يكون في الصندوق ده. ايوه بيعمل فشنو؟ ها اكيد بيفتش في الذهب. اول قال له الذهب هنا صدقي ده محشوم سعلب اكيد عرف حاجه. اكيد ده هنا اكيد ده هنا. عشان يقولوا قلبك عليه دي يلعبوا غيري انت وعشا. بالمناسبة مرتك وين؟ ما بعرفها اظنها في الحمام. في الحمام وطلعت له عشان تقتل قلبه. انت ما قبل الاحلال اجاك وصديق ما بيهين
نحن عارفين يمكن مشوا مشوار برا البيت. ومن متين؟ من متين احنا ما جينا داخلين في البيت ده؟ ما عندنا ذول بيمرقوا برا. يا نطلع سوا، يا نمرق سوا، يا نقلس سوا، كله سوا سوا. لكن ما نبين قنقلي. وقولوا مشوا للفضول؟ احنا عارفين؟ بالمناسبة عشا معاهم مين في الحمام؟ نحن كنا عارفين، أولاده طلعوا له، فيها شنو يعني؟ خلاص اسمعي، نحن نبقى خير منهم، نفس نغليلوا الحياة العقالة دي. دواهم ده ما نفع معاي، سمم لي جسمي. دونك بيه ايش قالوا مني الحاجة دي؟ يا العزة أنا بعد الوقت ناديهم بيجوا جارين كلهم المرق وكلهم مالون ما دارين يخدموهم مشان انت عيان هاي لكن يدخلوا يا مرقوا زي العصار والله يبدو يوقف قلبي أصله براه واقف أنا يا العزة بدون يرجعوا لي بيوتهم وكفاية من الخلعة دي الفضل أخوي أنا دي بقيت كبيرة وحركتي بقت تقيلة والبيت ده كبير حدادي مدادي انت قاعد فوقه وحيد لا انسه والدمي لا جليس تقولي شنو يا العزة انا ما قلت يا اولاد يرجعوا لبيتهم ده ويعمروه وكنت هم رافضين يجوا راجعين للبيت ده ويعمروه عرس عرس اما تدي ما بالك الكلام اللي بيدخل الحمار في الطين لا قصدي يعني تجيب لك زول يونسك ويرعاك ها كفاني انت يا العزة وربنا يطول في عمرنا ده كلام العقل يابا مدري انت قاعد داخل ومارد فينا همشي اقعد مع الرجال وشوف لك شغلة احنا الحاجات دي بنغليها وبنجيبها برانا وعايشة ما في انا هنا ده بدل عايشة طيب عايشة مالك تدي ما تمشي تفتشها بدل وقت من الشحيط مالنا في راسنا كده وخليك ام براغل ايش انت شلنه تودنه يقولوا انا وعايشة ما شغالين بيه الشغلة بس وجاء اخر زمن انت عارف نصيب عشا مرتك كم نصعود ونحن رجالنا الاثنين عودين ان شاء الله جرام وبالكلام اللي قالوا عندها والداسي ودا والله الجرام ذات ويطلع بالشيء الفلاني بس بس والله واقف لك هنا ذا هنا فاسكن سعيد الحنين اللي كان قاعد معي في البيت ده ساندني وساندك يا حليلو الله يقطع شواطين البشر بيقولوا سبب لا هم مرقوهم من البيت ده الا الفضل اخوي انت ذات غلطان كيف تسمع كلام اخوانه وبال ما تتاكد هوي احنا عايزين سعيد يمين سعيد ده كان جاي انت هنا سعيد ما عايزين يرجع بعد مرقة الأدفاع ظهروا للبيت دي والله يسمع لأبوي ده مات يجي يقول داير حقه حقه بالله بالله يعني أنا قدنا معرض معالج في ناجي الغفا بهذا والله العظيم بس محتى أبوي بيتكلم عنه كيف أنا والله لا من أتذكر ما عملت أمه لهم أنا الغبينة دي شقني أكيد فتشوا لهم الغونة جبتوها؟ اي اكيد جابوا الشربة سامي تعالوا خدتوها هنا ده وما لكم شايلينها الثلاثة كده معلش يا عم الفضول بمشي بجيب لك واحدة ثانية غيره وبيجي يدي الولاد دي المانو صح ولا شنو؟ هم كانوا صح صينية متل دي بيجي شايلينها الثلاثة مثل صينية العرس كويس جو شايلينها الثلاثة ما جو شايلينها الستة غريبة الباقيين ما جو معاهم مالون يا اخوان مش نوم يا اخوان انا داير اموت من الحر والمويه سخنة حرقت لي يدي نشوفوا المويه باردة كفو على يدي وطيب على اختم عديل يا اخ مالكتي يا اخ مالكتي يا اخي ما كنت عايز تحرقين حاسي هاي ما شفت راس عشا
خلاص منو؟ عشا وين؟ تحسن يا عمي فضل سرير منو؟ لا 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 وقع علي وقع علي عشان كذا الجماعة اللي يزر في وقت واحد تحت السرير أخذ له غمدة لا أظن الدواء نفع إن شاء الله ودمي العافية ما تبقى شحدة ماشي وين؟ أنا خلاص زهقت كرهت حياتي زهقت لا حتبكي كيف يعني؟ أبوي أظن نام عمتي مرقت ودي الكرة منهم؟ وحانا قعد كده لمتين لغاية ما تمرق وكان ما مرقت أكيد ما حبيت معاه هيدي من جبال لا كرت لا شربت بعد بتمرق يا أخي تمزع شوية كده يا أخي قال روحك الفندق أخوان حاجة العازة دي مدارة تنزل علي وضطة الله شنو يعني ده أكيد حيكون دارين يموتوا من الجوع والعطش يا أخي الجوع والعطش هينات كعب الكرفس المتكرفسينها تحت السرير دي كويس إنك أنت صرفتن وما دخلت الأكل لأنه أصلاً عم الفضل ما بيأكل ذاته أنا خايفة الليلة تنوم معاه وما تطلع دي تبقى كارثة ماشي وين نمشي نشوف لنا صرفة نمرقهم بيها أنا والله ما قادرة ما قادرة هلا كنا مرق كيف يا أخي صنوا أكيد ناموا ناموا كيف؟ ناموا عم تكر عينا في الوطن يا أخوانا أنا جهدة وعتشتة ودائرة مش الحمام أها بس دول خايف منها ذاتا الكرفيس هاي أمركم أمركم عشا وقت صوتك بتشوفون قفلي 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 اسكتي اسمعي نومي الصباح رباح نومي انا قعد كده للصباح والله اذا تمشي فجاه كده حتى انا ما افطري انا كان قعدت للصباح بموت اسوي شنو يا اختي اتسوي بايدك اغلب اجاويدك بدأت تدوش لنا راسنا ماشي وجاي كده زي بندول الساعة شوف لك صرفة صرفة زي شنو يعني؟ اشيل الخرطوشة مدي لون تحت السرير؟ هاي هاي والله فكرة انت عارف الجوع ده ما مشكلة لكن العطش ده ما بيستحمله بسم الله الرحمن الرحيم البنات جنة عشا ده كنت خايف منه عشا ما كنت لك امسكي نفسك يا اخي ده انا عملت حاجه والله ها ده شنو ده شنو اسمع دي جابه من المويه دي ها خطوشه جابه من فوق لازم يكونوا شافونا خلي بالك ها شافونا كيف اسمع ادينا معاك ادينا تخمه يا اخي خفيفه انا بتموت شويه اكثر شويه ورجعوا علي خلاص ادينا تخمه يا اخي ادينا تخمه يا اخي دايما تموت انا لازم نقول لك نشرب معاك المويه دي يا عشان راح مرة يا بناتي ما تمشي انت نومك
بنمشي يا عمتي، بس قلنا نطمئن عليكم قبل ما نمشي النوم. امشي خلاص يا عمتي، تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا بنات. الحمد لله اللي تصرفوا، كان العطش قتلنا. لا يا اخوانا بعد ده الواحد كان اللي قال له يعني صح اللقمه بين عينيه. دلو دلو ها كلام الخارج في الاول يا اخي بطيني. اسمعك انت من الخرطوي ده ما ممكن نلزل اللبن. والله مديده مديده شنو؟ والله اللي كوبها في السهري قال في السطوح ده. هاي انا ده جاتني فكره. فكره شنو هذول؟ ما خلاص ريو اقفلك. انت عارفه اهم حاجه نعمل حسابنا، اكيد ما حيشكوا فينا. سويت لنا عشاء والله الجوع اخوانا هربتونا كله كله. يخص عليك قلبك ميت يهون عليك تاكل نسبتك ومرتك في المحتغل. وده موديني وين؟ إغاثة للمعسكر تحت السرير داك. انت المرة دي يلا معانا عشان تلهينا عمتي العزة، وبنحكي لك الخطة في الشارع. يلا يا ولادي مالكم؟ يا ولادي ما حيرتوني ما حكون دارين شنو؟ لا ما في حاجة يا عمتي، بس قلنا نشوف عمي الفضل الصحة ولا لا قبل ما نمشي النوم. عمك الفضل لا أي مادة وضرية. والله نحن لو كنا عارفينه بريحه كده كان عملنا له من زمان. دي من رحمة ربنا علينا، أي شجرة في البلد دي شفى لي مرض وعلة. انت يا عمتي ما تمشي تنوم يا اخي، احنا بنحرسه. لا يا وليداتي امشي ارتاحوا وانا بحرسه، اصلي كل يوم قاعده احرسه. هيلا يا عمتي تصبح على خير. وانتم من اهل الخير؟ لو احتجت لاي حاجه يا عمتي كوركي لنا، بخلي نومي خفيف. ما قلت لي يا عمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشا وجاء وصديق ما سامح يسوم ولا جو معاكم. صديق اشرف انت يا كناني قال لك ماشيين وين؟ قال ماشيين السينما. هاي السوق السوق. اي صح هاي السوق. تصبح على خير يا عمتي. بسم الله. اقول لكم حاجه، ده لسه بسكويت انا اكلته في حياتي. دي نوعك ما يجيني ياخد عشان ديني ما يجيب. مرقو الطاير اخوانا الموضوع ده الليلة ما فيه عمل. انا متخيل لي احسن نقوم ننوم والصباح رباح. سلوان حانوم معك. تعال العين ده مش هتتوصل. مشت مشت رحت اجي عفانا اجي عفانا اهو. لكن بصدق
عمكم نور. الليلة عمكم نشيط شباب من الأول. ما قلت لكم الخلطة دي تنفعني؟ ها بعد ما دبغتوني بدواكم ده. صديق صديق ها الجماعة دي جو إن شاء الله يكونوا جوا خطة جديدة. ما شايفك العين عمك العزيز تكون مشت؟ شبالت ماشي اشوف اولادها وصديق وجاك ذاته الا لكن والله تاخروا شديد خلاص الليلة لهم يومين هم مالهم ما جابوا الولادات معاهم الفضل اخوي الولادات ما في المدارس يعني حسي كان جو كلهم البيت الواسع ده ماله ما بشيله ها ارزق ما في كل مكان الا اولاد الزمن ده ما رجعوا على تعزور صدقتها ودمي لا يا اخوان الحصد ده كان ما جاب راسنا ثاني راسنا ابي انا رايته شايفه نكلم العزه دي وريها الحقيقه المشكله انه ده فضيحه كارثه حيعرف عم الفضل انه اهتمامنا ده كله عشان ماله ما للاسف ده الحاصل يعني داير لمتهم يا العزه يعمروا البيت ده من جديد عشان اموت مرتاح الله يلم هنا ودمي تسانيد من ساندو لا أمن يوسدوك البارد عد عمر طويل إن شاء الله إلا الحسرة والندامة أنا المرض زعلان وطفش في بلود الناس رجع رجع هودو مكان العمر فوق ومدن قالوا لا رجع ليه مراح الأولاد دي ليه ما ضربوا ليهم ليه ما قالوا ليه يمكن أبوك يموت بعد عمر طويل أودو أمي موت أم الله يرحمها في الفاشر ما حضروا يمكن كمان مودي ما يحضروا يا الفضل اخوه الحمار بيا الضله ومو معروف اللي بيموت في الاول انا انت مو معروف خايف خايف العازه موت الحمل الكعب موت الحمل الكعب حار حار بالحيل وانا هاي 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 الموضوع ده بعد كده مو صح بعدها أخوان أنا بشوف إنه نقر ونقول النصيحة نقعد وو ويمرقوا ووبين لكن والله يا أختي أخير اللي طعم الووبين لذاتك ولا شنو هذول هاي والله الناس اللي نقعدوا بعد أكثر من كذي إلا نجروا ومارقين جنازة تاني أخوان اللي ما بينفع والله نمنا بالله من قعدنا في البيت ده زول ساي جمار دق الباب ده ما في يكون شحات هايتو دي لو مردنا منها انا وجاك بيتنا طوالي ذهبا بالموت ان شاء الله طاير سلام عليكم سعيد والله ماني مصدق كيف حالك سلامات كيف حالك الحمد لله على السلامة البلد منورة الوان يا سلوى يا سعدية سعيد جار يا سعرات هاي سعيد تفضل ايوه كيف حالك سلامة الحمد لله على السلامة يا ديانا مرقت منها هي العزة وما بقى صحوة موت بل امهم كلهم وقاعدهم في الواقع ووزع لهم الخير ده كله على داير الملين كل زول ياخد حقه
وكل واحد ياخذ نصيبه، لكن بشرط يجوا راجعين ويعمروا البيت ده من جديد. بيعمر بيعمر بياهله بيناسه وبيحسك انت يا الفضل اخويا. الله يا ما نمرق من دي تاني ما تسمع مننا الا كله خير. يا علامه علامه من رب العالمين. شوفوا يا اخواننا بعد ما كنا زي الشحم والنار اتلمينا تحت السرير ده، والمساكين دي لك يجيبوا لنا الاكل والشراب، دي قرصه تضار ده درس. خلاص دير رجعوا تاني وتلموا مع بعض ليه خلعتي، لكن العزة كواريكم دي عندي بالدنيا ان شاء الله يكون جابوا وليداتهم معاهم. مالكم في شنو؟ عم الفضل سعيدة. سعيد ولدي. هاي سعيد ولدي. سلام الحنين. انا والله طيب ما قعدت ولا دقيقه واحده. عشان عشان عايزه توقفي قلب ابوك بعد ما قام ده تقتليه اكيد حيمرقوا، ولا ما ضربوا خلينا نهيئوا للكارثه دي. يا اخوان انا في حلم ولا في علم؟ انت في علم. ويا هذا سعيد ذات بشحم ولحم. وانا شحم وانا لحم يا اما سعيدك من لحم الدنيا. وين صديق وجاكوا عشان ما قلتوا معاكم هنا في البيت؟ ماشي يشوفوا وليداتهم يتفقدوهم ويجوا. هايتوا ما حيصدقوا زي ما انا ما مصدق ليه هسه. حيجوا متين يا ما تتخيلوا انا مشتاق لهم قدر شنو. الدنيا فراقه ولما مع ولدي، وزي ما فرقتكم هذه لمتكم. حيجوا متين ما تضربوا لهم يا اخوانا عشان تستعجلوا. هذول الناس زي قاعدين معانا في اللوضه دي. رجع عشا صديق امرقوا يا اخوانا امرقوا، الموضوع ده خلاص والله يا اخوانا انتهى امرقوا خلاص. ده شنو ده؟ دي قصه طويله يا عم الفضل والله يا غفل انا في حق نفسنا. ما لم يموت وفول الاخوان ان شاء الله طايب. المال انا شن داير بيه؟ المال معاه الشيطان يا ابو صح. انا والله وقت سافرت من البلد دي كنت ما ناوي ارجع الا في صندوق ولا اندفن هنا. تسلم يا ولدي ان شاء الله بعد عمر طويل. الا لكن يا سعيد يا ولدي الخواجه اللي عرستها دي وبناتك الاثنين ما جبتهم معاك ليه عشان نشوفه؟ انا ابوي في الاول قلت اجي اسلم عليكم بعد ذاك ارجع اجيبهم، لكن بجوقي ده لا ما راجع. انا حرسل لهم ايوه بس. البيت واسع يشيل العالمين دي كلها، خلي انتو يا حجة ما نقوم نطلع نشوف الولادة المرضانين ديل. ما جينا نازلين منهم من فوق شديد ما عندهم حواجة. ما دايرون يبعدوا من عيوني. وانت يا سعيد شخصيا تركب العربية وتمشي تجيب اولاد اخوانك من بيوتهم. حاضر يا ابوي. عشان لما اخوانك ديل يقوموا من مرضهم يلقوا ولاداتهم ينططوا ويلعبوا في البيت ده. اشرب الشاي. حاضر يا ابوي حاضر. تفضل يا حاج العادي. يا ولد يا بنت يا ولد يا بنت علموك يا سعيد.
جدا وطيب.